الاسباب اللي خلت البيوبسي ما هيش الجولد ستاندرد. هنيجي للراديولوجي، وده مهم ومن الحاجات المهمه. الراديولوجي متقسم كلاسيفيكيشن، ده كلاسيفيكيشن اوف ذا ديزيز اكوردنج تو ذا راديولوجي، يا اما عندي التيبيكال يو اي بي باترن، يا اما عندي بوسيبل يو اي بي باترن، يا اما عندي حاجات ما هياش خالص. الكلام ده العمود ده التيبيكال سبلورال بيزل بريدومينانس ريتيكولار ابنورماليتيز اند هاني كومينج with the absence of all these factors، اللي هي ان تبقى في الابر لوب، ان يبقى فيه كونسوليديشن، ان يبقى فيه نودوليشن، ان يبقى فيه سنترال سيستس الى اخره. البوسيبل لو ما فيش الهاني كومينج لكن في سبلورال بيزل بريدومينانس اند ريتيكولار ابنورماليتيز. عشان الخص الاشكال او الكلاسيفيكيشن، الاي اي بي اس انترستيشيال idiopathic interstitial pneumonias ممكن تبقى اليوجوال اللي هي تساوي الidiopathic pulmonary fibrosis، non-specific respiratory bronchiolitis descomative form diffuse alveolar damage organizing pneumonia or lymphoid interstitial according to the latest classification of the ATS-ERS. شكل بسيط وسريع جدا لبعض الأنواع الـ UIP شكلها كده في الإكس راي اللي هي اليوجوال أو اللي بتساوي الـ IPF، وده المنظر في الـ CT High Resolution CT. إنها زي ما اتفقنا بريفرال وسبلورال ومعاه شوية هاني كومينج، وده المنظر بتاع الـ Pathology. الـ Diffuse الـ Non-Specific Form بيبقى uniform fibrosis و inflammation، والشكل بقى هنا ground glass appearance مع distortion. الrespiratory bronchiolitis اكيد هيبقى فيه عندنا affection of the bronchioles مع ground glass appearance و nodules موجودة متوزعة في الناحيتين. acute interstitial pneumonia which is an acute form، زي ما احنا شايفين ان في عندي peripheral predominance of ground glass appearance مع some associated cystic changes. الorganizing pneumonia ما هي لازم هتبقى كده المنظر اللي احنا شايفينه هنا كده، وده المنظر على NCT، وده الفوكال ليجن او الفوكال consolidation بالباثولوجي. الليمفويد زي ما احنا شايفين في ground glass appearance برضو واتنيويشن ومالتيبل لانج سيستس موجوده اول اوفر. يبقى ده معنى الكلام ايه؟ انا بعرضهم بسرعه جدا، معناهم انهم different entities in classification. They are different from the UIP which equals the idiopathic pulmonary fibrosis سواء كانوا الـ AIP او الـ OP او الـ NSIP الى اخره. كلمه واحده فاضله عن الاكيوت exacerbation of interstitial أو idiopathic pulmonary fibrosis unexplained، ملهاش سبب. احنا عندنا في السي او بي دي بنقول فيه أسباب infectious non infectious إلى آخره، لكن هنا it's unexplained. حاجة حصلت في آخر 30 يوم من الهيستوري بتاع العيان. The high resolution بيبين لي إن فيه ابتدى بقى يظهر ground glass appearance. احنا اتفقنا إن هو strandy opacities موجودة subpleural ومعاها honey coming، لكن هيبتدي يظهر لي الشكل بتاع الأكيوت اللي هو ground glass appearance. No evidence of pulmonary infection، عشان بقاش العيان ده واخد نمونيا ولا شرقان ولا بتاعه يبقى هو ده السبب. Exclusion of alternative causes، لأن العيان ده بيبقى مش بس interstitial fibrosis، ده بتبقى حدود heart failure او embolism او identifying cause of acute lung injury، لازم نطلعهم برا الموضوع. ساعتها اقول this is an acute exacerbation of IPF اللي هنسمع علاجها اكيد من استاذ دكتور عادل. وكده نوصل للنهاية بتاعتنا. What are our home notes او take home notes اللي هناخدها معانا؟ ان diffuse interstitial او interstitial diffuse lung diseases زي ما اتفقنا تتقسم لاربع كاتيجوريز. الكاتيجوري المهم اللي دخلنا في تفاصيله هو الانترستيشال نمونياز، لكن ممكن يبقى جرانيولوماز، ممكن يبقى اورفان lung diseases زي ما اتفقنا، او ممكن يبقى انون كوز
منهم الاوكيوبيشنال والفاسكولار الكولاجين فاسكولار ديس اوردرز الى اخره. ذا دايجنوستيك ابروتش ما بقتش زي ما اتفقنا بس واحد اللي بيشخص ولا البيوبسي، لا ذا كلينيشن راديولوجيست اند باثولوجيست ميتيكولس ميديكال هيستوري عشان طلع بره كل الاسباب النون كوزز. هاي ريزوليوشن سي تي مهم قوي عشان احدد، لان الشكل هيحدد. وين ذا كلينيشن اند ذا سي تي فايندينجز ار نون سبيسيفيك، لما يحتاروا الاثنين هناخد عينه ونبعتها للجراح، نبعتها اسفل الباثولوجيست، سواء هناخدها بالمنظار او هناخدها بالسي تي جايدد او هناخدها اوبن لانج بايوبسي. ذا اي بي اف از ذا موست كومن بارت، 55% من الانترستيشال لانج ديزيز زي ما اتفقنا. اتس امبورتنت تو ديفرنشيت فروم اذر فورمز، مهم قوي. Possible genetic component involving mutant telomeres resulting in apoptosis of alveolar cells. Newly accepted hypothesis اللي اتفقنا عليها انها genetic predisposition زائد factor موجود هيديني a burden to wound healing resulting from repeated injury of unknown cause. There is a high correlation with GERD، ما ننساش هذا الكلام ظهر لنا على الأفق. والأكيوت اكسربيشن بقتش محصورة على الـ COPD، لا ده في الـ IPF أكيوت اكسربيشن which is now recognized to be an important target for therapy، لأنه مهمة جدا. شكرا للأستاذة الدكتورة ميسا على الـ comprehensive talk. والحقيقة الموضوع الـ IPF مهم قوي دلوقتي، وإحنا بنشوفه كتير جدا. وإحنا كنا عملنا قبل كده في الجراند راوند عملنا ديسكشن على الـ IPF جروبز، لأن إحنا هنا في مصر ما بنشوفهمش في الأولد إيج، ما بنشوفهمش في الميلز بس، لكن بنشوفهم في الفيميلز، وبنشوفهم في سن أصغر من السن المكتوب حتى ريكومندد، مش كده ولا إيه ولا آه. وده احنا كنا عرضنا سيريال الحالات كتيرة، واحنا انا شايفة ان احنا لازم يبقى فيه كوبريشن ما بين الناس بتوع الباثولوجي، لانهم لازم يبقوا تريند على ان هم يقروا لنا الباثولوجي صح. بس لا بس حضرتك ده لو كان تيبيكال، لو كان ده اللي هو اللي ايه الاجيال والبصل، لكن البصل ده لازم تاخدي بايوبسي. هي ما بنلجأ لهاش في العادي، يعني احنا ما بنلجأ لهاش الا لو كنا احنا مش قادرين نوصل للفاينل دايجنوزز. طبعا انا بوجه يعني الشكر لجمعية البرونكولوجي وللمنظمين للجلسات، بس احنا الحقيقة out of time، فعشان كده دلوقتي الباثوفيسيولوجي of IPF presented by Professor رمضان نافع. نعم الدكتورة بايسة، الاول السلام عليكم. عليكم السلام. والله يعني انا كنت خايف علشان ثلاثة بارل سيشن، انما واضح ان الحضور عندنا يعني كويس، والكواليتي بتاع الحضور هي اللي احسن كمان. ما شاء الله، ما انا قلت ما شاء الله يا باشا، والكواليتي بتاع الاتندنس عالي قوي. هو يعني الماموريه بتاعتي سهلت قوي، لان الحقيقه الدكتوره ميسه هانم عملت اوفر فيو على الانترستيشال فرومز ديفينيشن تو ذا دايجنوزس اب تو المانجمنت، يعني رمت الكره خالص يعني خلاص يعني اباوت. هو معظم السلايدز اللي هنشوفها دلوقتي هتبقى هي اتقالت، فهنعدي عليها. ماشي ماشي.
هي هناخد الباستو فيسيولوجي تاتا تاتا كده، لانه طبعا هو كله في انترلوكنز كتير، في سيلز، في ثيوريز، فهنضطر نحاول نبسطها شويه ونفهمها حبه. في سلايدز كتيره الدكتوره مايسه هانم مرت عليها، فمش هنعود ليها خالص. وده الالجوريثم، وهو برضو انا بضم صوتي لصوت حضرتك، هو لغايه فتره قريبه كان هو الجولد ستاندرد اللي هو اللانج بايوبسي، وحتى يقعدوا يقولوا طب اوبن، طب فيديو اسيستد، طب ناخد منين، طب ناخد كام بايوبسي، وبعدين الاوبزرفر انترفيو الاثنين بيختلفوا ومفيش اورينتيشن. حتى عندنا في مصر في ديفيكولتي، يعني عندنا في مصر اورينتد مالجنت نو مالجنت اند نو مور، حتى بنكتب داتا عن الحاله برضو لا نو مالجنت سيلز وما بيقدرش تلص، هل عشان العيانين بيجوا في ليت ستيج وي دونت نو. فهو بنعتمد برضو على الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن واذا كان في اسوشيشن وذ اذر ديزيزز ولا لا. وفي الراديولوجي يمكن من الحاجات الجميله، وزي ما حضرتك قلتي ان اليو اي بي هو السنونيمس، لكن في بعض الانترستيشال لانج ديزيز زي الكولاجين فاسكولار، زي الايزينوفيليك نمونيا، زي الكرونيك هايبر سنسيتيفيتي، وبعض دراجز بتدي ميمك او صوره تشبه اليو اي بي. بس نقدر نفرقها ازاي؟ ان اليو اي بي زي ما حضرتك ذكرتي كونفايند تو زي لانج، لكن التانيين فيهم اذر اكسترا ثوراسيك مانيفستيشن ممكن اوصل للدياجنوزس منهم او هيستوري اوف دراج انتيك. التمبرال هيتروجينيسيتي هي الكاركتر بتاع اليو اي بي، ارياس لانج تيشو هيلسي انترفينينج مع ارياس ثانيه فايبروزس، وفي بينهم وات از كولد فايبروتيك فوساي اللي هي اللي فيها الفايبروبلاست والبروسيس از جوينج اون ما بين الهيلسي واللانج. فدي كاركترستيك لليو اي بي. طبعا كاركترستيك اول ما نشوف تشيست اكس راي على طول بايلاترال وبيزل وبريفيرال، وفيها هاني كومينج، والايج اكتر من 50 ما بين 40 ل 70، الومن يبقوا ايرليير شويه، المن يبقوا ليت، على طول بنشك فيه. والاونست انسيديوس بنشك على طول في الاي بي اف. دي الحاجات اللي ممكن تدي ميمكس اللي احنا قلناها، اللي هي الكولاجين فاسكولار والاسبستوزيس، كرونيك هايبر سنسيتيفيتي، زيروفيليك، وسيرتن دراجز، ولو ان بقى هنقول ايه ان دي الاي بي اف كونفايند اونلي تو زي لانج. بالنسبه بقى للباسو فيسيولوجي، كلنا عارفين الفيسيولوجي بتاع الانترستيشال از ريستريكتيف، ده اليونيك. في بعض الانترستيشال يبقى معاه اوبستراكتيف ديسفانكشن زي البالمونري لانجر هانز هيستوسايتوزيس، زي الساركويدوزيس، زي الايزونوفيليك نمونيا، زي الكوب، بيبقى معاها اسوشيتد اوبستراكتيف. لكن المين فيسيولوجي او المين فيسيولوجي بتاعنا بيبقى ريستريكتيف، ديكريز ذا فايتال كاباسيتي، بيبقى increased FEV1 by forced vital capacity, decreased diffusing lung capacity، ومهم جدا جدا الهايبوكسيميا، ومهم الالفيلار ارتيريال اوكسجين ديفرنس او الجريديانت بيزيد. لو قابلنا عيان بيشتكي من بروجريسيف ديسنيا ما عندوش لسه الكلاسيك مانيفستيشن في التشست اكس راي في السي تي، ممكن ما الاقيش هايبوكسيميا، ممكن ما الاقيش الالفيلار ارتيريال اوكسجين ديفرنس زايد، اعمل اللي عنده اكسرسايز يمشي بس في الكوردور شويه كده، يطلع سلم وقيس له بقى الاوكسجين وقيس له الالفيولار ارتيريال اوكسجين ديفرنس، هيبقى واضح وهيبان معاه. لكن هنجو ان ديبس شويه في المحاضره على القصه بتاعت ازاي بتحصل، ازاي بقى بيحصل الانترستيشال والسيرز والافتراضات اللي محطوطه. دي كانت ملخص لو جالنا لانج انجري. في حاجات بتبقى بارامترز ثانيه بتكوبريت زي الايج، جينيتك فاكتورز، انفيرومنتال فاكتورز، النيتشر بقى بتاع الانجري دي، هل ده فيروس، هل ده كيميكالز، هل ده اكوبيشنال، والاكسبوجر والري اكسبوجر يعني بيتعرض قد ايه، هل الريبيتيشن بتاع الاكسبوجر والتايم والنوع ده. النهارده لقوا في بعض العيين انترستيشال في الابيثيليال لايننج فلويد لقوا هيربس فيروس دي ان ايه، ودي هنستريس عليها في المالتيبل هيت ثيوري، ان هم بيدوروا على حاجات فبقت هل هي فيروس هل هي اوكيبيشنال. النقطة اللي عايزين نستريس عليها هنا انه لما بمشي كده الفايبروزيس بيزيد، لما بمشي كده بيبقى الانفلاميشن والجراوند جلاس اوباسيتي هي اللي اكتر.
هنا في فرصة ان يبقى في فيفرابل ريسبونس للاسترويد، هنا ان فيفرابل ريسبونس، ودي طبعا الدكتور عادل بيها وضحها، هندي ولا ما نديش للعرين بتوع الاي بي اف، طب مين نديهم بالظبط ولا بلاش علشان ده بقى هاني كومينج وبقى سيستك ومش هيستفيد والسايد افكتس والتوكسيستي هتبقى اعلى، فده كله هيبقى واضح. ده الديفينيشن اتقال، ده برضو الكرايتيريا هي الفسيولوجي، واكسكلود اذر كوزز، والاقي الهيتروجينيسيتي اللي موجوده في الباثولوجي. تاني برضو على الحته بتاعه البايوبسي، اخد بايوبسي ولا لا، الاي تي اس حطت كرايتيريا ان ذا ابسنس اوف سيرجيكال لانج بايوبسي، اقول عنده اي بي اف ولا لا، في ميجر كرايتيريا وفي ماينور كرايتيريا. ادي الميجر اكسكلوجن اوف اذر نون كوزز، زي ما اتفقنا كل الجرانيولوميتاس سواء كانت الجرانيولوميتاس دي بنون كوز زي الهايبر سنسيتيفيتي او النون زي الساركويدوزيس او كولاجين فاسكولار ديزيزز، او واحد في اكوبيشنال معين في اكوبيشن معينه وبيتعرض وانا متاكد ان في ريليشن، او بياخد دراجز، يعني انا راجعت الهيستوري بتاعه كويس لقيت فيه دراجز، يبقى بعد ما باكسكلود كل الكوزز دي ببدا احط الاي بي اف على التوب اوف ذا ليست. Evidence of restriction or impaired gas exchange, high resolution لازم يبقى bilateral reticular abnormalities، وبيبقى الريتيكوليشن اكتر من 30% والجراوند جلاس قليله قوي اقل من 25%. لو انا يعني خدت transbronchial pulmonary biopsy or bell doesn't support alternative، هي دي زي دي بالظبط، ان انا ما عنديش alternative، لازم الميجر كرايتيريا دي كلهم طالما انا ما عنديش بقى بايوبسي لازم يكونوا موجودين، بالاضافه لثلاثه من الماينور كرايتيريا، الاي جي بقى اباف 50، سيديوس اونست زي ما اتفقنا مش اكيوت، لان الاكيوت انترستيشال نمونيا الى حد كبير جدا ما بنعرفش نفرقها من الارتس، اسبوع والعيان ديتيريوريت وهايبوكسيميا وفنتليتور وفي الاخر بيضاي العيان وبيبقى فيري ديفيكالت تو ديفرنشيت فروم ارتس. الديوريشن اكتر من 3 مانثس، واتفقنا ان الكراكلز موجوده بايلاترال بيزا. اول ميجر كرايتيريا اند ات ليست 3 ماينور كرايتيريا ماست بي بريزنت، وهنا شخص وزاوت لانج بايوبسي. ات از ا مالتي دايمنشن مالتي ديسبلينري، اهو لازم زي ما الدكتوره ميسه ذكرت لازم تبدا من البرايمري كير فيزيشن يشك ان دي حاله محتاجه ان هو يعمل لها ريفيرال، وبعدين البالمونولوجيست مع الراديولوجيست مع الباثولوجيست، وهم دول الجولد ستاندرد وليس البايوبسي. بايوبسي فيري ديفيكولت لانه لازم ناخد من اريا نوت هيلسي اند نوت فايبروزد، حاجه ما بين الفايبروزد والهيلسي الانترفيرنج ده علشان اشوف البروسيس اللي جوينج اون، وبرده ما بيقولكش وات تايب از، ما بيحكيلكش، عشان كده بدا فعلا البايوبسي يتراجع. دي الفسيولوجيكال باترن، بس زي ما ذكرنا ان هي ريستريكتيف وامبيرد جاز، وان نورمال ريستنج بالمونري فانكشن دونت اكسكلود اي بي اف، ما نستهونش بعيان جاي بيشتكي من ديسنيا وبروجريسيف وماهوش مالينجرنج، يعني مثلا واحد كبير في السن ما عندوش بروبلم وشفت التشيست اكس ري نورمال، يو هاف تو اسك فور سي تي هاي ريزولوشن سي تي، لانه ممكن يطلع لك حاجات كثيره جدا ما تبقاش باينه. نفس الشيء الفانكشن برضو normality of the function doesn't exclude the diagnosis. أعمل له شوية 6 minute walk test وأبدأ أريبيت البالمونري فانكشن. هو ده بس يورينا إن هو الـ IBF disease بتاع الـ elderly أكتر من 50 سنة، دايما الميل أكتر من الفيميل، الفيميل لو هتبدأ at an earlier age، وجدوا من 2 thirds of cases أكتر من 60 سنة، وده الانسيدنس، وكمان ده الانسيدنس اللي هم بيقولوه، والانستيميتد كيسز مالتبلايد باي 10، يعني ده الاستيميتد، وفي انستيميتد كيسز ما بتتحطش نضرب باي 10. نيجي بقى قصه بقى الحدوته، يعني ازاي بيحصل ابيثيليال انجري وبيحصل ابنورمال ريبير ولا بيحصل وات، دي كلها بوتنشال ريسك فاكتورز. السموكينج فيه ايتم كبير وعنوان كبير اسمه سموكينج ريليتد انترستيشال لانج ديزيزز، اهمهم وعلى راسهم والالموست اولويز اكسكلوسيفلي اسوشيتد وذ سموكينج از ريسبيراتوري برونكلايتس اسوشيتد وذ انترستيشال لانج ديزيز. بتاعتي في المرتبه بعتها على طول الايديو باسك، حالات برضو بتاعت الكولاجين فاسكولار
حالات بالمونري لانجر هانز دي كلها ايتمز بتتحط تحت عنوان سموكينج ريليتد انترستيشال لانج ديزيز. تاني بنستريس على الجاستروزوفجيال ريفلكس، وهي هتبقى هو النون، لكن هي مليون في المية الريبيتيتيف انجري والريبيتيتيف هيت، مالتيبل هيت، مالتيبل ريبيتيتيف هيت تو ذا ايبيثيليال لايننج ممبرين ودرينجد بيزمنت ممبرين، يحصل ريبير السيل، يحصل لها فراستريشن، السيلز الجديده ما تلاقيش بيزمنت ممبرين تشبك عليه، تبقى فراستريتد، الانجري بتبقى زايده جدا. حطوا طبعا الانفكشوس كوزز كريسك فاكتور. هي دي بس يعني بنستريس على ان ممكن نلاقي اير فلو اوبستراكشن. السلايد ده يعني عايزكم تركزوا فيه شويه لانه ملخص حدوته غريبه جدا، ان هي المساله في معظم الديزيزز لو لاحظنا جينيتك انفايرومنتال انتر ريليشن. يعني لو انا عندي مثلا هنا حط امثله لبعض الانسايتنج ايجنت، ممكن الليسته دي تتوسع جدا ويخش فيها فيروسز ومايكوبلازما وحاجات كتيره جدا من الانسايتنج ايجنت. مع جينيتك بريديسبوزيشن يحصل الفيولار ايبيثيليال سيل انجري، هيحصل هيلينج، ممكن تبقى قد بعضها ونطلع من الحدوته نورمال. كلنا بنتعرض لانجري كتيره في اليوم وبنتعرض لحاجات كتيره انسايتنج ايجنت، وممكن تنتهي القصه بالنورمال، ممكن تنتهي بكرونيك اير فلو اوبستراكشن، وممكن لو في فايبروزس اكتر تنتهي بالمونري فايبروزس. كل دول بينتر بلاي معاهم، الدليفري بتاع الانسايتنج ايجنت والبرزيستنس بتاعته والريبيتيشن بتاعته، الاميولوجيكال اند بايوكيميكال تشينجز اللي بتحصل جوه العيان. يبقى هي الديزيز حدودتها واحده ريجاردنج ات ليست للتشست في الدياجرام ده. دي بعض الاكيوبيشنز اللي وجدوا فيها الاي بي اف زايد. دي لسته حاولت جمعتها للريسنت هايبوثيسز، الافتراضات كلها اللي محطوطه ازاي بيحصل فايبروزس في الانترستيشن. الانفلاماتوري هايبوثيسز هي دي اللي كانت على الوش لفتره قريبه، وجدوا ان في جروب كبير جدا من الانترستيشن لانج ديزيزز ما فيهوش انفلاميشن، وعلى راسهم يمكن الاي بي اف ما لوش انفلاماتوري سيلز كتيره، رغم ان هم في البال زمان زينوفيلز ونيوتروفيلز، يبقى الانفلاميشن از والفايبروزس، فبدات الانفلاماتوري هايبوثيسز تتضاءل نسبيا. الابيثيليال سيل ابوبتوسيس بيحصل له، الابيثيليال سيلز بيحصل ليه ايه؟ بيحصل انكريز ده ابوبتوسيس، بيتكسر بسرعه اللي هو البروجرام سيل ديس. وعلى العكس تماما الفايبروبلاست والمايوفايبروبلاست بيحصل ديكريز ده ابوبتوسيس، تدنها جوه. ما هي الفايبروبلاست دي هي بتاعت المشكله، هي اللي هتقعد تشتغل على الماتريكس وتجمع الماتريكس، وهي اللي هتقعد تيريتيت والبيزمنت ممبرين، ايفن ديجريديشن اوف ذا كولاجين والديجريديد ماتيريال والتمبس اللي هو التيشو انهبيتوري ميتالو بروتينيزس، كل دول بيعملوا انجري للابيثيليال سيلز وللبيزمنت ممبرين. البالانس بتوين وات از كولد انجيوجينيسيس، كلنا متاكدين وعارفين ان الانجيوجينيسيس ده لقصه مع اللنج كانسر، بروفد ان نيو فيزل فورميشن ده الستاندرد. برضه نفس القصه في الفايبروزس، الانجيوجينيسيس يزيد والانتي انجيوجينيسيس يقل او انجيوستيزيس يقل، والماركرز بتاع دول يزيد والماركرز بتوع الانجيوستاتيك يقل، وتبقى القصه في صالح الانجيوجينيسيس ويزيد الفايبروزس. اتكلموا عن الماتريكس، الماتريكس ده مهم جدا، الماتريكس تيرن اوفر المفروض يبقى متساوي. لو الماتيريالز الديجريديد ماتيريال زادت، الكولاجين والبروتيوجلايكانز والهايالويرونين كل ده زاد عندي، وكل الديجريديد ماتيريال حتى بتاع الماتريكس دي كلها بتعمل ديستراكشن وكلها بتعمل انجري للابيثيليوم مره ثانيه وتفضل فيشس سيركل. برضو الامبالانس ما بين التي اتش 1 نفس القصه زي الازمه بالظبط، الامبالانس ما بين التي اتش 1 والسيتوكاينز بتاعت التي اتش 1 اند تي اتش 2، الانترفيرون جاما هنا بروتكتيف، التي اتش 2 بتطلع لي اي ال 4 اي ال 5 اي ال 13، الانترلوكين 13 ده دامجنج، بيعمل دامج جدا. الانترفيرون جاما كلنا عارفين ان هو يعني بليوتروبيك سيتوكاين بلايز ان امبورتانت رول ان ذا هوست ديفنس اند هوست اجينست كل الانفكشنز اللي بتبقى داخل، فدي بروتكتيف، دي تقل ده يزيد او ده يزيد ودي تقل،
فالامبالانس ده بينتهي عنه. الجروس فاكتور برودكشن سواء كانت ترانسفورمنج جروس فاكتور او بليتلت درايف جروس فاكتورز، كل الجروس فاكتورز دي لما بتزيد بتعمل ترانسفورميشن وريكروتمنت للفايبروبلاست، سواء بتروح تجيبها بقى من البون مارو او بتجيبها من الابيسيليا، يحصل ترانسفورميشن الابيسيليا تبقى مايو فايبروبلاست او كل البريكيرسرز بتاعتها بتعمل لنا ديستراكشن. وهما وجدوا ان في سبيسيفيك فينوتايبز من الفايبروبلاستس للعيانين بتوع الانترستيشيال لانج ديزيز. دي بس سلايد عن الابوبتوزس، زي ما قلنا انكريزد ابوبتوزس ان ابيسيليال سيلز وديكريزد ابوبتوزس ان مايو فايبروبلاستس. دي الانفلاماتوري، دول الثلاثة سيرو اللي كانوا موجودين لغاية فترة قريبة، وهم دول برضو اللي على الوش، بس الانفلاماتوري بتتضاءل. الابارنت ووند هيلينج زي ما قالت الدكتورة ميسة ان في انجري، الربير زايد فالربير عمل فايبروزس. والمالتيبل هيت هايبوثيسيس دي اهم سيرو فيهم، ان انا عندي انجري عمالة وبتتكرر وعمالة بتخبط في الابيسيليال لايننج وبتعمل دامج، والدامج ده بريزيستنت وكونتينيوس وبينتهي في النهاية بفايبروزس. ده عن الانفلاميشن. انفلاماتوري كونسبت ووز دوميننت في السبعينات، من 1970 ل 1980 كانت الانفلاماتوري ثيوري في الاوكرس بتاع الانترستيشال بايلموناري فايبروزس هي اللي كانت على التوب. دلوقتي بداوا يتكلموا على ان الانفلاميشن نوت بروميننت هيستو باثولوجي فايندينجز في اليو اي بي على الاقل او الانترستيشال بايلموناري فايبروزس. انفلاميشن از نوت ريكوايرد فور ذا ديفلوبمنت اوف فايبروتيك ريسبونس، وعملوها دي في الانيمال موديل. وكلينيكال ميجرمنت اوف انفلاميشن فيل تو كوريليت ويز ستيج اور اوت كام اوف اي بي. والنقطه بقى المهمه جدا ان الانتي انفلاماتوري دراجز دازنت افكت، وبالتالي الانفلاميشن بدات تبعد. يبقى حطوا ايه بقى؟ حطوا الابارنت ووند هيلينج ان هي ريزلتس فروم ان ابنورمال ووند هيلينج ريسبونس تو ابيسيليال انجري اند اكتيفيشن. دي المالتيبل هيت هايبوثيسز. لو احنا جبنا انجري من بره ودورنا هنجد ان الانجري دي هيجي هيعمل ابيثيليال سيل دامج، ديستراكشن للبيزمنت ممبرين. الفايبروبلاستس هتيجي من البون مارو وهتيجي من الترانسفورمنج فايبروبلاستس، والمايو فايبروبلاستس هتتجمع، ودي كلها هتعمل ديبوزيشن للكولاجين. في نفس الوقت دي البروجريس هتنتهي بانترستيشيال بالموناري فايبروز. دي تعريف كله للحاجات اللي بتشير مع القصه دي، زي ما اتفقنا الامبالانس ما بين الاتش 1 والاتش 2 والامبالانس ما بين الانجيوجينيسيس مع الانجيوستيزيس، كل دول بيساعدوا. وهنا هاو تو ديل مع الحاله، هنا احاول ابريفنت، احاول بقى هنا اعرف ودي التريتمنت. دي البروف ان المالتيبل هيت ثيوري هي اللي على الوش دلوقتي في الباثوفيسيولوجي بتاع او الباثوجينيسيس بتاع الانترستيشيال بالموناري فايبروزس. ان هم وجدوا سموس ماسل ماركرز، وجدوا اكسترا سيلولار ماتريكس بروتين، برو انفلاماتوري سايتوكاينز والاميونوجلوبولينز. وعلشان كده هي المالتيبل هيت ثيوري ديت هي احدى الباثوجينيتك ميكانيزمز المهمه. ده برضو بيؤكد نفس الكلام، مش عايزين نقعد نعيد فيه. البيزمنت ممبرين انجري، اوكسيدانت انتي اوكسيدانت امبالانس، انجيوجينيسيس والتي اتش 2 والتي اتش 1 والفاسكولار ريمودلنج اللي بيحصل في الاخر. الامبالانس ما بين الانجيوجينيسيس والانجيوستيسيس. تي اتش 1 دي النورمال فينوتايب، تي اتش 2 دي الابنورمال. لو ديت يبقى دي انتي فايبروتيك، لان حتى دي شغاله انتي فايبروتيك، لان الانترفيرون جاما ده مهم جدا. هنا الايل 4 الايل 5 والايل 13 كل دول بيبقوا انتي بودي ميديتد، وكل دول بيعملوا فايبروزيس، دول بيعملوا تيشو ريستوريشن تو زي نورمال. نفس الكلام تاني، لو هنا الانترفيرون جاما كفته كانت الارجح يبقى ما فيش فايبروزيس، ده بتاع التي اتش 1. لو الانترلوكين 13 كفته ارجح ده بتاع التي اتش 2، هيبقى هنا في عندي فايبروزس. دي تجميع لكل اللي احنا قلناه، ان في لخبطه ما بين الانجيوجينيسيس والانجيو استيزيس، اوكسيدانت انتي اوكسيدانت امبالانس، تي اتش 1 تي اتش 2 امبالانس، في فايبروبلاستس كتير، وبتنتهي بالنهايه
بالاكسترا سيلولار ماتريكس ديبوزيشن اند فايبروزس. ده الناتشرال كورس وده الاكوت اكسسيرفيشن. دي الكوزز اوف ديس في حالات الانترستيشال بالمونري فايبروزس ريسبيراتوري فيلير على الوش. تيجي معاها الكارديو فاسكولار لان هم كلهم الدرلي. اللان كانسر بيوكير 10% اوف كيسز. برضه دي الاكوت اكسسيرفيشن. الاكوت اكسسيرفيشن النقطه المهمه فيها ان هي اوف ان نون كوز. ما حدش يقول اصله حصل انفكشن، ما حدش يقول اصله حصل فيرال بكتيريا، لا اوف ان نون كوز. ده لازم من الكرايتيريا ان انا ادياجنوز زي ما ذكر الدكتوره ميسه ان انا استبعد الحاجات دي كلها. هي ويرسنينج اوف ذا ديسنيا نيو جراوند جلاس. احنا قلنا ان احنا ريتيكولار هنا في الاي بي اف ريتيكولار ما احناش جراوند جلاس. بيحصل ديكلاين في الفورس فيتال كاباسيتي باي 10% ديكلاين باي 10 ملم في البي او 2 وديكلاين في الساتوريشن باي 5% وفيل ان انا اجد اورجانيزم باي كلتشر او باي بايل او باي اني مين ومفيش ايفيدنس اوف بالمونري امبوليزم ولا كونجست فارت فيلر ولا نيومونسون. لو انا استبعدت كل دول وفي ديتيريوريشن في الحاله اقدر اسميها هنا اكسسربيتد او اكيوت اكسسربيشن اوف اي بي اف. شاكرين وشكرا لسلام. معلش الجزئيه بتاع الباصو في السيولوجي الايماجينيشن بتاعها صعب شويه. شكرا للاستاذ الدكتور رمضان نافع على هيز الستريتد توك، وانت الحقيقه عملتها ماتش ايزير واسهل انها توصل لنا كلنا. شكرا يا دكتور رمضان. ودلوقتي بقى هيبقى ميعادنا مع الاستاذ الدكتور عادل خطاب. اكيد هنسمع منه محاضره مفيده وجميله عن المانجمنت اوف انترستيشال بالمونري فايبروز. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتوره هدى. الحقيقه الاستاذه دكتوره ميسة والاستاذ دكتور رمضان خلوا يعني سهلوا مهمتي، وبعض السلايدز هعديها لانها كانت موجوده. طبعا انا ما طلب مني المانجمنت اوف اي بي اف يبقى حاجتين، اتكلم على اي بي اف بس، وزي ما قالوا لنا في الامتحان لما يجي مانجمنت يعني دياجنوزز وتريت. الحقيقه الواحد يعمل دياجنوزز للاي بي اف دي مشكله فيري ديفيكلت لكنها فيري امبورتنت. ليه؟ اولا الاي بي اف ده رير ديزيز 0.01% من البوبوليشن، بينما لو شفنا بقى حاجه زي الاسما طول النهار عمالين نخبط في ازمه 11% إمفيزيما 4% حتى اللان كانسر ها 1 من 10. فالاي بي اف رير ديزيز. المشكله الثانيه الكومبليكيشن اوف دايجنوز. الراجل ده قال، بس احنا طبعا تقدمنا عن 1892، قال الدايجنوز سو دايفيرس. ليه؟ لانه في ديفرنت فورمز وفاريد كونديشن اندر ويتش ذا تشينجز اوكير ذات ا بروبر كلاسيفيكيشن از اكستريملي ديفيكلت. طبعا زملائنا الاصغر مننا شويتين ما ياخدوش الكلام ده حجه ويقولوا بقى مش هنعرف نشخص، مساله صعبه. الكلام ده كان من اكتر من 100 سنه، من 120 سنه. طبعا ده الكلاسيفيكيشن انا مش هخش فيه، لكن انا بتكلم بس على الاي بي اف. المشكله الثالثه في الدياجنوزز، ودي قالتها الاستاذ دكتوره ميسة، انه الدياجنوزز از مالتي ديسيبليني. لو انا فردت عضلاتي ونفختها وقلت انا الفتوة وهشخص بس هنجح في 40% من الحالات، لكن لو حطيت معايا الراديولوجيست والباثولوجيست يمكن نوصل ل 90%. مالتي ديسيبلين. يبقى الدياجنوز والمانجمنت لانه رير ديزيز كومبليكيتد مالتي ديسيبلينري، وحتى كمان المانجمنت رغم ان بتطلع حاجات جديده وكل شويه حاجات جديده زي ما هنشوف في الهيستوري في ميديكيشن بعضها يرجع يبقى امبروفن. يعني يا فرحه ما تمت. دي الكرايتيريا اوف دايجنوزز الميجر والماينور، قالها الاستاذ الدكتور رمضان هعديها على طول. وجود ابسنس اوف سيرجيكال بايوبسي، وجود 4 ميجر اللي هم كلهم يعني وثلاثه من الماينور خلاص. لكن كده بنقول ان احنا مش لازم بقى اقول بقى لا ده انا عايز بايوبسي، العيان ده ما ينفعش يعمل منظار عشان السيفتي كرايتيريا للمنظار، وبرضه السيفتي كرايتيريا ما اقدرش اعمل له اوبن بايوبسي، يبقى انا هشخصه ازاي؟ لا، يبقى انا عندي الكرايتيريا اللي اشخص بيها. الكلينيكال مانيفستيشن كلنا عارفينها، مش هضيع فيها الوقت، هخش على حاجه اهم من كده. راديولوجيكال فيتشرز اي بي اف بس. عندنا فيتشرز في الاكس راي العاديه، ريتيكونودولار انفلتريشن
بتاخد البيزز اكتر، اللانج فوليوم بيقل، هيزي كاردياك اند فرينك بوردر. لكن ساعات الاكس راي ايرليير في 2-10% مش السي تي، الاكس راي تبقى نورمال. تضحك علينا. السي تي والهاي ريزولوشن سي تي هو الاهم الحقيقه. سب لورال وباراسبتال موجوده الانفلتريتس، هاني كومينج وفايبروزز هو ده الفريكوينت اللي بنشوف العينين متاخر، الجراوند جلاس اوباستيز اللي هي الايرلي اوباستيز دي رير، وده مهم جدا جدا زي ما قال الاستاذ الدكتور رمضان. اللي انا شايفه ده جراوند جلاس عشان يستحق ادي كل المودلز بتاع العلاج، ها؟ ولا هو بقى هاني كومينج وتراكشن برونكيكتسز؟ يبقى يروح العيان الاستاذ الدكتورة ماجد تقول له ايه الليست اللي انت كاتبها لك ده كله وعملت لك سايد افكتس وعاد الخطاب ما كانش له حق فعلا، لانه ما فيش جراوند كلاس. الراديولوجي مفيد قوي في الحتة دي. ده الراديولوجي هي بتبقى سب بلورال او باراسيبتلر نودولر ولينير، وبعدين ده الهاني كومينج، ده اللي ليت، وده الجراوند جلاس اللي لما نشوف نقول اهو جاء بقى الدور بتاعنا ان احنا نكتب العلاج. لكن بقى مع التراكشن برونكيكس ده طبعا مفيش اي رول للميديكال سيرب. كانوا زمان عاملين سكور على وجود الهاني كومبي الاكستنت بتاعه، يعني مفيش ليجن طبعا سكور زيرو، ده راديولوجيكال سكور. انتر لوبولر سيبتال ثيكنينج يبقى سكور 1 لو 25% بس من الفيلد هاني كومبينج، سكور 2 من 25 ل 50 3 من 50 ل 75 4 فوق ال 75 5، ده عشان اقدر اشوف البروجنوزز بتاع العيان. بالمونري فانكشن دكتور رمضان قال اساسا هتبقى ايه، ريدكشن في اللانج فوليوم فايتال كاباسيتي والتوتال لانج كاباسيتي، الديفيوجن مهم جدا، والستاتيك لانج كومبلاينس. نقطة برضو المهمة قوي انه ممكن العيان الستاتيك بالمونري فانكشن بتاعته تبقى نورمال. ما نقولش بقى ايه اكس راي نورمال وستاتيك وعملنا له سبايرومتري، ما احنا ما عندناش بقى غير سبايرومتري لا ديفيوجن ولا بتاع نورمال، ده العيان ده بتدلع. روح اعمل بقى شوف الدسنة دي اعمل هيموجلوبين ولا بتاع هيموجلوبين ايه. لازم نشوف مع الاكسرسايز الدي ساتوريشن لان ده مهم جدا جدا مع السكس مينت ووك، نشوف الدي ساتوريشن لانه ده كمان هيحدد لنا البروجنوزز والمورتاليتي. السرفايفل بروبابيليتي لو كان مع الاكسرسايز الاوكسجين ساتوريشن بيفضل اعلى من 88 فرصه السرفايفل احسن كتير قوي من ان العيان مع السكس مينت ووك تيست الساتوريشن بينزل عن 88. اللافاج فلويد ان جنرال في كل انترستيشال لانج ديزيز مش في الاي بي اف، السيل كاونت بتاع اللافاج بتاع اي عيان عنده انترستيشال لانج ديزيز اعلى من الكاونت في العيان مور. دي خلصنا منها خلاص. اقدر لو كان النيوتروفيلز عندي عاليه اقول ده ماشي مع اي بي اف، ماشي واحد من كرايتيريا لكن مش جولد ستاندرد في الدياجنوز. نيجي بقى للاوبن لانج بايوبسي، ما نتخانق مع بعض. طبعا كونسنسس ستيتمنت على اساس اللي حطه الجايد لاين ماشي، ولانه طبعا زي ما الاستاذ الدكتور ميسد الاستاذ الدكتور رمضان عرضوا انه في ميمكس كتير عشان افرق، لان ده هيفرق في العلاج وفي البروجنوز. يا اما تتاخد فيديو اسيستد فات احسن حاجه دلوقتي، لكن لو العيان عنده بالمونري هايبرتنشن وده كومن جدا مع الاي بي اف، انستابل كورونري ارتري كلهم كبار وكمان في الميلز ومع السموكر يعني ممكن نلاقي كرونري ارتري، ومع الايج ممكن ده يبقى كونترا انديكيشن. دي قالها برضو الاستاذ الدكتور رمضان، لكن اللي انا عايز انوه عليه انه العيانين بتوعنا من سنه لسبع سنين 60% منهم ولدعي. يبقى هنا التشخيص والبروبر تريتمنت مهم جدا جدا جدا. التريتمنت مبني على ايه؟ اما ان انا انهيبت الانفلاميشن حدي الانتي اوكسيدنتس او السايتوكاينز او
انكريز الابيثيليال ريستوريشن اللي قال لنا عليه الدكتور رمضان حصل ديستراكشن في الابيثيليوم عن طريق مايتوجينز او جديد بقى الستيم سيل بروجينيتورز. موضوع الانجيوجينيسيس والابيرنت فاسكولار ريمودلنج عايز اعمله انهيبيشن، المساله كلها فاسكولار. هدي انجيوستاتيك مولكيولز. الفايبرو بروفريشن اللي هايج قوي ده عايز اعمل له انهيبيشن، جروس فاكتور انهيبيتورز والكيموكاين انتاجونست. وبعدين ازود الهوست ديفنس انترفيرون جاما وبروستاجلاندين اي 2. العلاج واكتشافات العلاج مرت بتاريخ هيستوري. في الخمسينات كل اللي كانوا يعرفوه عن الموضوع ده الستيرويدز بريدنيزولون، وبعدين المساله تقدمت شويه فعلى السبعينات الثمانينات كده جت الاميونوسابريسنت زي الازيثيوبرين والسايكلوفوسفامايد. بعد كده الانتي اوكسيدنتس في التسعينات جلوتاثيون ان استايل سيستين، وبعدين دخلنا في مساله الانهيبيشن اوف الفايبرون بروليفريشن الانتي فايبروتيك زي الكوليشيسين والديبنسلامين ترفيرون جاما والترفيرون بيتا، وبعدين اخر حاجه الاميونوموديولنز زي الاتين ريسبت والبرفينيودون والانترفيرون جاما. طيب طبعا العلاج بينقسم الى نوعين، ميديكال اند سيرجيكال. الاساس هو الميديكال، واحنا ناس بالمونري ميديسن. لحد دلوقتي مفيش علاج متفق عليه في الاي بي اف بيحسن اللنج فانكشن ويحسن السيرفايفل. الستيرويدز والاميونوسابريسن زي السايكلوفوسفامايد والاذاثيوبرين ممكن ات ورث ترايل. طبعا ريسبونس كل ما كانت العيان شفته في سن اصغر ريسبونس هيبقى احسن. الفيميلز مطيعين لطاف زي الفل بيدوا ريسبونس احسن من الميلز. وكل ما كان الفانكشنال امبيرمنت اللي انا حظي العيان جالي الاف بي سي بتاعته مثلا مش 30% بريدكتد، ما هنعمل ايه ده جالي بقى وهو 55 ولا 60 يبقى انا نصيبي احسن. اكتر حاجه مختلفين فيها، اكتر حاجه عليها كونتروفيرسي هو الميديكال تريتمنت بتاع الاي بي اف. ولكن مثلا حاجه زي الكورتيكوستيرويدز دي الكونفنشنال ثيرابي اللي من زمان مع الاميونو سابريسنت، وناس قالوا هاي دوزز وناس قالوا لو دوزز، لكن الحقيقه الناس اتفق دلوقتي مش محتاجين هاي دوزز للكورتيكوستيرويدز. لو هستعمل ستيرويدز لو دوزز كافيه جدا، بس لازم يكون عندي يكونش عندي كرونيك كورس. يعني مش بشوف العيان بعد 10 15 سنه اقول بقى طب ما هعمل له ايه، هسيبه كده، طب ما اديله كورتيزون هو حظه. لا مفيش هو حظه، انا بديله حاجه مش هتفيده. او قدامي اكستنسيف فايبروزز او زي ما قلنا في الراديولوجي كله هاني كومين، مفيش جراوند كلاس وكله تراكشن فايبروزز، كل ده ما ينفعش لودوز. نبص نلاقي الواحد بيدي بدايه علاج 5 ملي جرام مرتين، ده لا كورتيزون ولا غير كورتيزون ولا حاجه، ده بس يعني عشان ايه العيان ياخد حاجه في ايده وهو خارج زي ما الدكتور خد الفلوس. عموما لو هندي ستيرويدز في الايرلي كيسز بريدنيزولون هو اللي سجستد، نبتدي ب 0.5 نص ملي جرام بير كي جي بادي ويت لمده شهر شهرين. الامبروفمنت الحقيقه عيان بيتحسن سبجكتيف 40%، ما ينفعنيش ده يوم 3 4 شهور وشويه كده تشجيع من الدكتور للعيان وكلمتين لو لقيت اوبجكتيف والعيانين بتوعنا غلابه اوبجكتيف ريسبونس. الاوبجكتيف ازيك عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال اللي انا بس في فانكشن وادي وفي هاي ريزولوشن بتاع العيانين دول مش كويسين اللي بس خالي مبسوط ستيرويد من بقى الحاجه اللي بتبسطه من الفوريك افكت بتاع الستيرويد. كلام والكيرف واضح. الامبروفمنت حاله السبجكتيف 40% ما ينفعنيش مش عايز. وناس قالوا لا وشويه كده تشجيع من الدكتور للعيان وكلمتين حلوين هيبقوا 60% الحقيقه النتائج بلاعته، لكن الاوبجكتيف امبروفمنت من 10 ل 15 وعلى الجونز هو ده اللي انا يعني السرفايفل بتاع العيانين اكثر بكثير جدا من الاوت كام بتاع السايكل. وادي اللي انا مش متحيز ضده ولا حاجه، يعني ما عمليش حاجه السايكل والكيرف واضح برضو لا يحتاج نتائج بعد من شهر
طيب 36 سايكلوفوسفامايد دول ناس قالوا لا بيخلص اي بي بريدنيزولون ودول بياخدوا بريدنيزولون مع سايكلوفوسفامايد النتائج بتاعته وبعدين توكسيسيتي والنتائج على الادسيبرين احسن بالبلاذر وعلى الجونز وعلى الريسبونس احسن من السايكلوفوسفامايد يعني افكتس اكثر بكثير خصوصا في من الاوت كام بتاع السايكلوفوسفامايد لو انا عايش اتاك عايز ضد ولا حاجه او ما عملتش حاجه جاي نتائج لكن برضه ادي 2 ملي جرام في الكي ل 36 شخص الحقيقه اقل من دول بس بياخدوا السايكلو بريدنيزولون ودول بياخدوا بريدنيزولون مع سايكلو لا احنا قلنا ده قبل كده البروجنوسيس اللي محتاج الادسيبرين احسن واللي خدوا بريدنيزولون بس الريسبونس احسن من السايكلو فوسفامايد و خصوصا في العيانين او الاميوران لو انا عايز اتاتر واضح ولا احتاج من جايب نتائج ادي 2 حاجات بقى النوفل ملي جرام بير كي جي بتعتمد زي ما قلنا انها بتعمل انيبيشن بالفايبر بروليفريشن سايكلو فوسفامايد بتكنترول وبرده الانفلاميشن مع الكونفنشنال ده لو ما البروجنوسيس اللي محتاج انترفيرون جاما 1 واللي خدوا بنزلو انتي فايبروتيك ودول خدوا مالتيبل ميكانيزم مش هنخش فيها ادا سايبرين او هو انتي انفكتيف ولا يحتاج وانتي فايبروتيك واميونو موديوليتور اول ما استعمل بقى النوفل الكرونيك جرانيولوما بتعتمد زي ما قلنا انها تعمل ميليفيشن للفايبر بروليفريشن اتعملت عليه ستاديز كتير جدا كنترول الانفلاميشن 40% مع ريدكشن المورتاليتي لو ما نفع علي 50% تفين جاما 1 مورتاليتي بروتوكول انتي فايبروتيك و70% مالتيبل ميكانيزم مش هنخش لو فيها في المورتاليتي امتى هو انتي انفكتيف وانتي بروليفرتيف وانتي فايبروتيك واميونو موديوليتور اول ما استعمل كان في الكرونيك جرانيولوماتس ديزيز والسيفير مالجننت اوستيوبيروس اتعملت عليه ستاديز كتير جدا 40% ريدكشن في المورتاليتي حوالي 50% في المورتاليتي بير بروتوكول و70% تحسن في الاف لو في المورتاليتي امتى لو العيان الاف بي سي بتاعته كويس يعني الرجعان مش جاي لي في الاخر الاوبزرف 10% ريليتيف ريدكشن في البروجريشن اوف ذا ديزيز ده بيخليه الواحد ممكن يستعمله ايرلير الدسنيا بتتحسن ديكريز نيو يوز اوف اوكسجين سيف اند ويل توليريتد السيفتي جنرالي ويل توليريتد العيانين اللي بطلوا لسايد افكتس قليلين لكن بيحصل منه نومونيا ولكنها نون فيتال ترفيرون جاما 1B first treatment ever to show any meaningful clinical impact in this disease ده في clinical trials المورتاليتي benefit is very compelling and represents a major breakthrough in this difficult disease these results بتخلي ايه بقى indicate that الاكت اميون ده اسمه التجاري should be used early in the course of the disease المشكلة في ايه مفهوم حاجه ثانيه اللي هو البيرفينيدون ده برضو بيتارجت بالمونري فايبروز في الاكسبيرمنتال انيمال بيشتغل يعمل انديبيشن لحاجه اسمها تي جي اف بي ميديكيتد كولاجين سينثيسيس اسيتايل سيستين انتي اوكسيدنت ستيمولينت الجلوتاثيون سينثيسيس وان اوف ذا ميجا ستادي على هذا الدراج الاسيتايل سيستين ادو ان كومباينيشن مع الناس بياخدوا بريدنيزون وادا سايوبرين جروب لوحدها وناس حطوا لهم الاستايل سيستين بات ان لارج دوز